يعني المدير العام الجديد واللي اليوم بدات تشتغل. تمت الان مصادقه على جميع نقاط الدوره باجماع في دوره مارس لجهه مراكش اسفي باقليم اليوسفيه. من بين النقاط انه جميع النقاط اللي تصادقنا عليها سنقوم بالتنفيذ ديالها. النقطه التي اثرت وهي دعم الفرق الرياضيه، سنعمل كل ما في سعنا بانه نقدموا الدعم للفرق الرياضيه رغم مراسله وزاره الداخليه. سنحتكم لنقاو الحل نوجدوا، لانه لا يعقل ما نبقاوش ندعموا هذه الفرق. الاغلبيه ديالها دارت اعتذارات ولا سحبات ولا ما بقاتش عندها الامكانيه باش تمارس في الدوريات اللي كتشارك فيها. من هذا المنبر كنشكر رئاسه مجلس جهه مراكش الاسفي على هذه البادره، لانه جاء درنا الدوره في اقليم اليوسفيه موازاه مع افتتاح عملت اقليم اليوسفيه. جاء جدول الاعمال ديال الدوره العاديه لشهر مارس هو ان عده اتفاقيات، من بينها اتفاقيه ديال الموقع الايكولوجي وكذلك المحاور الطرقيه لاقليم اليوسفيه، من بينها مثلا الطريق الرابطه بين اليوسفيه سيدي شيكير مرورا باللويحات، كذلك الطريق الرابطه بين سيدي شيكير ايغود والطريق الرابطه بين ايغود حت جنبيه، كذلك الطريق الرابطه بين ايغود سبت كزوله مرورا بخمس دقه، وكذلك الطريق الرابطه بين شمعية حد الخاتي. وطالبنا رئاسة المجلس كذلك بإضافة الطريق الجهوية الرابطة بين اليوسفية وجمعية سحيم لأنها تربط بين إقليمين آسفي واليوسفية. إلا أن تمينا هذا العمل الجبار. وكذلك اليوم زيارة رئيس الجهة وسيد الوالي وسيد العامل إلى مستشفى للحسنة لإعطاء انطلاقة حملة العيون كذلك والطب عن بعد. وشكرا لكم.